ريفلكس اساس نقوله غاضب شويه على المدير اللي ما حكيتش على موضوع الانتدابات لحد الان في حتى وسيله عالميه، علاش شنو الاسباب؟ والله باش نبداو هنا ما حابينش نعملوا احنا باش نتدبوا كذا ولا باش نتدبوا اكس ولا ايغريك، قاعدين نخدموا. الانتدابات نتاعنا كانت على مستوى الشبان معناتها بنسق مرتفع واحنا ما نحبوش نقولوا عليهم. ما بالنسبه للفريق الاكابر راهو الانتدابات باش تكون موجهه، وديما نعاود ونقول راهو الفوفيرون ريكريتمون باش ناخذوا البوزيتيف نتاعو باش يكون ثم فالور اجوتي للمجموعه اللي موجوده، باش نكونوا باش ندفعوا فلوس ولا باش نحطوا فلوس ولا باش نجيبوا لاعبين لنادر الدسفاقسي لازم يقدموا الاضافه المطلوبه منهم. ايش بنقولوا ميركاتو سي اس اس مازال ما بداش؟ لا ميركاتو سي اس اس مفتوح ولتو ما تغلقش، مش باش تغلق. احنا حتى في وسط العام نعملوا ريكروتمون، ليكزامبل نتاع سيرج اكاجا من النادي هذا الصفاقسي من جانفي وتحط في مع السينيور اومولوجي في السينيور كانش في بعد جوا. معناها احنا نادي الصفاقسي راهو الهيئه هذيا اتو مومون وين ثم لاعب ينجم يفيد الفريق هذايا وعلى ديريكتومون وبيان بعد مده رحنا ناخذوه ونحافظوا عليه ونأطروه ونحضروه في وسط المجموعه هذيا باش يعطي المطلوب منه باش يقدم زاد اقصى ما عنده، خاطر زاد تجيب ملاعب يتحضر له البلاصه نتاعو باش يلعب فيها، تجيب ملاعب يلزم يتاقلم مع المجموعه هذيا. ثم برشا اعتبارات، واهم الاعتبارات هذيا انه اللاعب هذيا كي باش يجي في وسط الجروب باش يعطي الاضافه باش يجي باش يقدم بالمجموعه اللي يلعب معها. اسمعنا كلام على جلاسي نتاع البقلاوه وجلاسي نتاع بنزرت. كيف كما انتم نسمع في الميديات وكل مره يحكيوا على ملاعبي، انا نقول حاجه برك، الملاعب اللي صاح في النادي الصفاقسي ديريكت نعلموا الجماهير نتاعنا ونعلموا الميديا اللي قاعدين يتعاملوا معنا.